طبعا الليلة القبائل كلهم عند ابن جربوع الشيخ سليمان ابن صالح ابن جربوع مقبلين عليه القبائل كلهم من كل مكان. القبائل اللي في المزاين كلهم مقبلين عليه بزوامل ومقبلين عليه بقبائل ومقبلين عليه بعلوم طيبة. وهذه عوايد طبعا قبائل شرورة عوايد قبائل شرورة في الزوامل والعلوم الطيبة ووفاها المهرجان اللي طبعا داعمينهم. طبعا كلمة قويته عند الصاعر وعند قبائل شروره كلمة معروفة قويته يعني لحد يتحرك قويته لحد يقوم من مكانه. هذه حلاوة المهرجانات وحلاوة الاجتماعات، تشوف القبائل كلها، تشوف التراث، تشوف الزوامل، تسمع الشعر، تسمع الجوابات، تسمع كل علم طيب. طبعا منطقة شرورة غنية بالقبائل وغنية بتراثها وغنية أو محافظة شرورة. شعشع باردة يا قبائل عندنا يا قبائل قدرهم عندنا دايم رفيع في زمن حاضر وماضي العصور السابقة. سلامتكم يا سلامي يا بن جربوع واصحابه جميع عد ما حنس رعوده وشعشع باردة يا قبائل قدرهم عندنا دايم رفيع في زمن حاضر وماضي العصور السابقة. سلامتكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. احنا جينا نسلم عليكم بناء على دعوة منك يا شيخ سليمان، انتم رجال الصيعر عامة، فجينا ملبين ومستجيبين لدعوتكم للعشاء عندكم، والمكان ذا نعتبره مكان للجميع واحنا نعزم له ونعتزم فيه، وباسم الكرب احنا جايين، وباسم الكربيضة كان لي الشرف نتحدث باسمهم ليلة الخميس يوم الربوع مضوى الخميس. الله يحييكم يا رجال الصاعر جميع في مخيم الكرب، ومرحبا ومسهلا بالجميع. مرحبا بالرجال الكرب جميع. الله يبقى استجابة وللدعوة، واحنا كذلك دعوتهم مستجابة. تسلم. مرحبتم. افتحوا يا اخواني، افتحوا المجلس العالم ده. طبعا هذه قبائل الكرب، قبائل الكرب وصلت عند الشيخ ابن جربوع وقبائله. عبد الله بن عمر رجل الاعمال، عبد الله بن عمر بن جربوع، مرحبا ومسهلا. مرحبا فيك، حياك الله. ابو سعود انت والليله احنا نهنيكم يا شورى. الليله جايينكم القبائل. انت وابوانك والجماعه كل معشين اهل المهرجان كلهم. وهذه ما هي بغريبه. اكيد. بهالمناسبه مناسبه مهرجان شورى اللي راعيه سمو الامير ونايبه وقايم عليه محافظ شرورة، وانت الداعم الرسمي لهالمخيمات وهالمهرجان بيض الله وجهك. هالمناسبة وش تقول؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احب اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، وولي عهده الامين، ووزير الداخلية، وامير منطقة نجران، ونائب امير منطقة نجران، والى محافظ محافظة شرورة على الجهود اللي سواها في مهرجان شرورة. حلبة البل مهرجان شرورة رقم 6
واتمنى لهم التوفيق المشاركين في المهرجان، والله يوفق الجميع ان شاء الله. ويوفقنا وياك. طبعا انت الداعم الرسمي لمسابقه مغازر الابل، شفنا دعمك السخي وبيض الله وجهك، وش يعني لك هالدعم وهالمسابقه؟ والله شوف انا داعم المهرجان محالبه شروره المغازره، نعم يعني لي الشيء الكثير. انا من اهل منطقه شروره وتربيت في المنطقه، ولازم اني ادعم منطقتي شروره الاول والاخير، هذه منطقتي ولازم اقدم لها شيء بسيط، والجاي ان شاء الله افضل وافضل بمشيئه الله. وهذا الدعم باسم الصاعر كلهم اهل المنطقه كامل، مش بس عبد الله الحالي. جانا معلومه يا ابو سعود، يقولون الدعم الرسمي يقول انا عندي رؤيه وعندي فكره ان ناقه الحليب حقت المغازر تعدى 500 مثل البلد الثانيه. والله شوف احنا مشيئه الله عندنا رؤيه محمد بن سلمان، واحنا عندنا رؤيه المحالبه ان نوديها العالميه ويكون مهرجان شروره على مستوى المملكه العربيه السعوديه والخليج عامه، ومشيئه الله ان نحقق رؤيتنا وربك ييسر الامور ان شاء الله. الله يوفقنا. شكرا لك يا ابو سعود على الدعم وعلى استضافه هالقبائل كلهم. وبيض الله وجهك. مرحبا وسهلا بالجميع كلهم في مخيم الشيخ سلمان بن صالح بن جربوع. حي الجميع. مخيم الجميع كامل، ويا مرحبا بهم كلهم. تسلم تسلم. الشيخ النوفي بن عسكر، مرحبا يا ابو عسكر. البقى الله يحييك. انا سعادة بشوفتك حقيقه في هالمهرجان الجميل. وانا اسعد والله. انت ذكر الحياه والطيبين يبين. ما عليك زود. وابوك جعله الجنه. الله يسلمك. متيملن في القبائل في كل مكان. ما عليك زود. معلومه واسطه للعرب كلهم وان شاء الله عاد اربع. ما عليكم زود. بهالمناسبه واجتماع ذا القبائل عند بن جربوع وفي مهرجانكم مهرجان شروره اللي راعيها اميركم ونايبه، وش تقول بهالمناسبه؟ وقبل نتكلم عن دعوه الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع للقبائل. اي نعم. ما علينا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يديم طوله العمر مولاي خادم الحرمين الشريفين ويمتع بالصحه، وان يديم لنا ولي العهد، وان يحفظ لنا الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقه نجران ونائبه الامير تركي بن هذلول ال سعود والاسره الحاكمه الكريمه. اما بالنسبه لما حصل في شروره من المهرجانات، فهذا شيء بالنسبه لنا كأهل شروره، بالنسبة لنا في شرورة ما يقول جديد علينا، لأن كل جديد تجيبه حكومتنا رغم بعد المسافات بيننا وبينهم، وكل شيء موفر من سنة 1390 في الهجرة إلى ساعة كل يوم، إلى أن أصبحت محافظة شرورة مصافة لأكبر مناطق المملكة في كل شيء، وهذا الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لولاة الأمر. والمسؤولين اللي يجونا يجون رجاجيل تبرابهم الذمة، مثل محافظنا موفق بن عبد الهادي العنزي، الرجل الذي لا يولو جهد لمتابعة المشاريع ومتابعة العمل في المهرجانات وفي غيرها، والحقيقة يشكر الرجل هذا شكر كبير من أهل المنطقة ثاني شيء بالنسبة لمهرجاننا، فنحن أنا قلت البارح في مقابلة مع بعض الإعلاميين، بعضهم يقول نريد المهرجان أن ينجح، وأنا في نظري أنا مبخوت بن عسكر إن المهرجان نجح قبل أن يبدأ في محافظة شرورة في هذا السنة، بوجود الرجال ووجود الإعلاميين والمتابعة المستمرة من جميع المعنيين في المهرجان، سواء كان في سباق الإبل أو في المحالبة أو في عرض البيع أو في مخايم القبائل وعرضاتها أو في محلات الأسر المنتجة مثلا، وهكذا. صليت. أما بالنسبة للشيخ سليمان بن صالح بن جربوع، فإحنا أخوانه وهو منا وفينا، لكن حق الرجال طرق، ولو أنه قريب منك حق الرجال يكون طرق على الخشوم، تعطيه حقه، صليت عنه وتبري ذمتك من حقه. فالرجال نعم وسبعة أنعام، الشيخ آل محمد بن ليث ما فيها كلام، صليت على النبي. وهي عادته سباك في الكرمة وفي الاستدعاء وفي عمل الخير وفي الإصلاح، ولها بصمات واضحة في الكلام هذا. هذا اللي بقى عنده يا ابو يوم الربوع مضوى الخميس، يعني شعت القابلة، احنا مفهومنا شعت القابلة بكرة، لا لحد يجينا وقابلة. الله يحييك بنتوم في المحافظة وجميع. شكرا لك. الله يطول عمرك. الله يحييك. تفوف ابو عسكر. مرحبا يا عم، عطر الاسم الله يحفظك. اسم مكوت بالناس اللي عاكل. ونعم يا ابو عليك. وش تقول بهالناس جمع ذا القبائل عندك؟ والله المناسبة طيبة. إيه؟ الله يعز دولتنا، هي ورثة ذا المناسبات. والله يعز اجتماعنا احنا واخواننا الجميع من جميع القبائل، والمحبة بيننا
والتكاتف يا طويل العمر. نعم. وذا شيء والله طيب يشرهنا مجتمع القبائل ومعرفتهم مجتمعنا الحمد لله، والحمد لله ما شيء قاصر علينا من دولتنا الله يعزها، عز سلمان بن عبد العزيز ولي عهده اللي ورثوا هذا التراث القديم يا طويل العمر، هم مجهدين رسهم عليه ومساعدين وقايمين فيه، وجزاهم الله خير والله يديم حكمهم. آمين. الله يديم حكمهم. احنا في نعمه وفي رخاء يا طويل العمر، نمشي مامنين مستامنين معك الشيخ مفوت بن ناصر لعك ذكرني الله يسمع الشيخ. انا خلص الزامل وجيك 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 ارجي ارجي خلك يا ابو الرجاجيل معي ونرحب بهم وانت تكون موجود. انت صورك وانت ترحب. هذا زامل ثاني دخل علينا مع زامل القبيلة. الشيخ بن جربوع والربعة عموم أعداد ما البارق أعداد ما البارق وحنات الرعد تاريخكم عدة ثريا ونجوم. الحين سمعنا الزامل دي لها طعم ولها اسم. جاملكم داعي قال نعم. الله ابو علي تعال الله يحفظك. فهد بن نايف بن عامر الكربي ما عليك زود طال عمرك. مرحبا بك يا ابو سيف في محافظه شروره. شوف ولا لا في الحقيقه احنا في نعمه وخير في ظل حكومتنا الرشيده سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سروا الامور، احنا في امن وامان وخير، واحنا في مهرجاناتنا وناستنا توجيهات من سمو امير المنطقه ونائب حفظهم الله، مشاركات المحافظ في مهرجاناتنا المهرجان الشتوي لمحافظه شروره وكل سنه، والسنه هذه ميز صارت في مخيمات وجمعه ما بين الاهالي والناس اللي يجون من المناطق. شوف واحنا الليله في مخيم الشيخ سلامان بن جربوع عزيم المخيمات واللي جايين من مرة والله يكثر خيره، وابو صالح مثله ومثل اهل المحافظه يقومون بالواجب والله يغنيه ان شاء الله. حياك الله يا ابو فيصل. طبعا الزوامل هذه متاليه عند الشيخ وهي عاده وتراث عند قبائل شروره، كل قبيله تقبل بزاملها كل قبيله تقبل بزاملها ويستقبلونهم ويقدرونهم، وهذا عاده عساها ما تنقطع يا رب العالمين. الشيخ صالح بن سليمان بن زيد الكربي ما عليك زود، نرحبكم في منطقه شروره وفي المهرجان السنوي الذي اقيم قد له فترات للبل السباق والمحالبه والمخيمات والتعارف والتزاور، وانتم جيتونا من بعيد ونقول لكم مرحبا ومسهلا، وهذا شيء يشرف المنطقه واهل المنطقه وعلى راسهم الامير ذي مرتب المنطقه ونايبه بتوجيهات من ولاه الامر الله يحفظهم، وهذا شيء يشرف الجميع الاعلامي والمواطن والزائر، وانتم لكم الفضل الكبير يا الاعلاميين وبارك الله فيك يا ابو سيف. الشيخ حمد بن سالم بن حزيق الكربي يقول ما عليك زود، يقول مرحبا ومسهلا في مخيم المهرجان الشتوي محافظة شرورة، وهذه بقول لها كلمة شكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وأشكرهم كل الشكر على تكريم ملاك الإبل والإبل بصدور الأمر السامي الكريم بتسمية عام 2024 عام الإبل، وهذا تكريم لها البل ولها، وتكريم المحالبة بحيث أنها. وأحب أشكر سمو مدير منطقة نجران وسمو نائبه ومحافظ شرورة والدوائر الحكومية، وكرموا البل بحيث أن المحالبة صارت محادية لسباقات الهجرة، ومشكورين على ذلك. وأشكر الشيخ سليمان بن جربوع الصعري دعوته لنا لحضور حفلة العزومة هذه العامة لها المخلوق. مشكور أنتوا الإعلاميين على رأس سمنتها مبارك المسيح، وشكرا والله يوفقنا ويديم الأمن والأمان لبلادنا. هذه مثل ما نسمع وياكم، هذه طبعا الزوام التراثية في محافظة شرورة، كل قبيلة تجيب زاملها للمضيف. طبعا العازم من القبائل كلهم الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع، ومقبلة عليه القبائل كله هذا الليل في المهرجان في المخيم الخاص به. هذا ابو سيف ولا غير؟ لا ابو سيف شباب، انت شباب ذيك الايام. الله يحييك ويسلمك، هذول رجال مهره. ونعم ومعروفين، عاد الاشياء بالمهريه، بالغاء المهريه. نبغى تراث منكم، وبالغاء المهريه عندنا عده امور. ايوه الغاء المهريه، ونبغى الغاء المهريه تكون في جميع المهرجانات. انا نبغاك تسلم باللغه المهريه الساعه وتعطينا جواب. خابر السلام عليك، متين بخير، هرباتيكم بخير، احد بيتي وحاد حنيكم، وحاد حنيكم من مكون، وحاد طويكم، ويلي لما ثيوتنا هالمو وبسيطة هالمو، وكلكم يلي لو كون أرى الشيخ شيخ بن جربوع يلي لعيثي حنيه، ويلي لهم وركلكم طويم حني، وحي بيكم كلكم، وتم يلي لكلكم أرهبون ارتمام وتو، وبالي سامكم كل وطرحكم بخير، وحي بيكم كلكم اليوم وتم ضيفون حني، والقصيد والقصيد ان شاء الله بيجي، والله يحييكم الله. يبغى واحد يترجم للرحمن، هو بترجم هو نفسه. نحن اللي ترجمنا نقول العشاء عند الشيخ سليمان بن جربوع الجميع، ويرحب الجميع وضيافه الجميع، وبيض الله وجهه ومن معاه ومن قام معاه، وهو فيه الكفايه من فوق الجميع، والله يحفظه ويحفظ الجميع، ولنا شرف عنده يطول العمر. الله يعطيك العافيه. تعلق عليه شيء؟ على كل حال بيض الله وجهك، كفيت ووفيت، الله يبيض وجهك. الزامل احنا عندنا حاله وفاه، ولا بنقبل بزامل وصف عريض مثل ما انتم عارفين. الله معذورين. اي والله سمعت. ويقول يا سلامي عليكم يا اهل الفزعه. نعم. يا رجال على الجودات والرادة، يا قبائل لكم عند العرب سمعة في المواقف، لكم تاريخ وقيادة. الله يسلمكم ويطول أعماركم. الله يبقيكم. هات القصيد، هات القصيد. أربع أبيات وهي قليلة في حق الشيخ سليمان وفي حقكم. ويقول يا سلام يا سلامي لأهل الطيب والشرع الطويل، أهل المراجل والكرم من ذا القدم، والشيخ بن جربوع قد حاز الجميل وسط الجزيرة، هام ومكانه مهم وسلامتكم. المهرجان
والله وجهك يا ابو على الاستقبال وعلى التسجيل وعلى ما تعب وان شاء الله تعب مدة حسناتك. بعد قبائل المهرة جايت انت بزامل الى كندا يردون السلام والواجبة مترابطها في كل حال والصلاة ونخص بالرمز الذي فوق المقام الشيخ بن جربوع مقدام الرجال قبائل المهرة بيت ثاني غير القبيلة اللي وصلته ما شاء الله تبارك الله. هذه عوايد قبائل شرورة زوامل وتكاتف وتعاضد وتعارف ولمة وهذه هذه من أفضل المهرجانات حقيقة. بيت جيدح من المهرة بيت جيدح من المهرة ونعم بالجميع. سلام مساكم الله بالخير. سلام يا ربعي سلام وسلام من المهرة خصوص للشيخ ذي عالي المقام خصيمهم عينه بصوص. مساكم الله بالخير.